الرحمن الرحيم. طبعا احنا كنا في المحاضرة السابقة بنتحدث في الباثوجينيسيس اوف ذا فيروس، حنكمل الشابتر هذا اليوم. واحنا طبعا بنتذكر في اخر محاضرة وصلنا لها، وصلنا لحد اللي هو سيل تيشو تروبيزم. ايش بيقصد من ذلك؟ احنا الان بالنسبة للفيروس، الفيرال افينيتي فور سبيسيفيك بودي تيشو، الان حيكون في عندي بالنسبة للفيروس وعلاقته مع الخلية، كيف الآن بصير في عندي قابلية وانجذاب للفيروس للخلية. في عندي هناك عوامل مهمة لهذه الشيء. العوامل الآن، هل يستطيع الفيروس أنه يأتي إلى الخلية دون وجود سير ريسبتور؟ هذا عامل كتير مهم كنا تحدثنا عنه في محاضرات سابقة. في عندنا كذلك اللي هي ترانسكريبشن فاكتور. طبعا في عندنا الترانسكريبشن فاكتور تبعت الهوست سيل اللي حتتعرف على مين، على الفيرال بروموترز الموجوده. وهذا قلنا احنا نتذكر العلاقه ما بين الفيروس وما بين الهوست سيل، وحكينا انه وتحدثنا كثيرا في جزئيه انه الفيروس دائما بيعتمد على الهوست ميتابوليك ماشينري، فهذه بيعتبرها شغله كثير مهمه حتى انه يكون باقي أجزاءه في الخلية وبيعتمد عليها. بحيث أنه أيضا في عنا، بنتذكر لما شرحنا في الخلايا قلنا في عنا في خلايا بنسميها permissive وفي خلايا بنسميها abortive. permissive اللي هي قدرة الخلايا أنها تعمل support للviral replication. أيضا من الحاجات المهمة عندي الphysical barrier. أيضا من العوامل المهمة عندي في التيشو تروبيزم الآن، حتى يكون في عنا انجذاب أو affinity ما بين الفيروس وما بين الخلية، في عندي عوامل مهمة تؤخذ في عين الاعتبار، مثل مين؟ التمبريتشر، البي اتش، الاكسجين ليجن انزيمز، كل هذه الاكسجين تنشن انزيمز، ونون بادي سبيسيفيك فاكتورز في البادي سكريشنز. هذه تعتبر ايضا من العوامل المهمة. نضيف على ذلك وجود ايضا دايجستيف انزيمز اند بايل في الجاسترو انتستينال تراكت. هذا طبعا عشان نوضح نقطة مهمة، هذا من الأسئلة دائما اللي احنا بنركز عليها وبتيجي عندنا في الامتحانات، انه انا ما في عندي علاقة ما بين فيروس وهوست سيل. عملية الافينيتي او التروبيزم ما بين الخلية وما بين الفيروس تعتمد على عوامل. هذه العوامل، والعوامل هذه اللي تحدثنا عنها حنذكر عليها ايضا امثلة. شوف الامثلة الان اللي حنتحدث عنها في هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال عندي انا البوليو فيروس. احنا بنتذكر البوليو فيروس تحدثنا بشكل تفصيلي انه مين بيدخل من خلال الجاسترو انتستينال، وين الهدف تبعه، التارجت تبعه، وين رايح هو يشتغل الفيروس، رايح على مين، على النيرف سيلز. تمام، بحيث انه هنا النيرف سيلز ايش بتحتوي عندها؟ بتحتوي على هاي كونسنتريشن اوف سيرفر ريسبتورز، عشان تتعرف على مين، على البوليو فيروس اللي جاييها، وتبدا يؤدي المهام تبعته بشكل متسلسل وواضح. مين عندنا كمان؟ الرينو فيروس. وين الرينو فيروس بيصير عندي؟ الملتيبليكيشن تبعته في الابر ريسبيراتوري تراكت. ايش في عوامل مهمه حسب ما ذكرنا في الامثله السابقه؟ في عندنا اللو تمبريتشر، البي اتش، والهاي اوكسجين تنشن. هذه من العوامل اللي كانت مهمه لوجود الفيروس في هذه المنطقه في الابر ريسبيراتوري تراكت. ايضا نكمل على جزئية أو آخر نقطة كنا ذكرناها في التيشو تروبيزم اللي هي مين عندي؟ الانتيرو فيروسز. لو جينا على الانتيرو فيروسز وين بصير لها ملتيبليكيشن؟ في الجاسترو انتستينال، في منطقة الانتستين. طبعا إيش في عندي شغلة مميزة في الانتيرو فيروسز؟ وهي أنها تقاوم الانأكتيفيشن باي دايجستيف انزيمز. لأنه نحن كليتنا بنعرف أنه إيش في عندي أنا في الجاسترو انتستينال وفي منطقة الستومك والانتستين، في عندي دايجستيف انزيمز، في عندي بايلز، في عندي أسيد. لكن وجدوا أنه الانتيرو فيروسز لها قدرة أنها تعمل ريزيست للانأكتيفيشن، ريزيست للانأكتيفيشن باي ديز انزيمز. تمام، إذا ذكرنا من خلال ذلك البوليو فيروس وعلاقته بالريسبتورز الموجودة في النيرفز، الرينو فيروسز من خلال وجود اللوب temperature وبي اتش والهاي اكسجين في الابر ريسبيراتوري، الانتيرو فيروسز لها قدره انها تعمل ريزيست لمين؟ للدايجستيف انزيمز، عشان هيك بتستطيع ان تبقى وتستمر وتتضاعف وتتكاثر داخل الخليه. تمام، في شغله حكيناها في اول نقطه اللي هي السيرفيس ريسبتورز، وهي انه الفيروس حتى يعمل على خليه معينه لابد ان يكون هناك ريسبتورز على هذه الخليه. طب لو جبنا امثله، ولازم نذكر ان هذه الامثله، ايش عندي على سبيل المثال؟ الريبس فيروس. الريبس فيروس احنا عارفين انه بيسبب طبعا داء الكلب،
وهذا الفيروس وين طبعا رايح على منطقة السي ان اس حتى يؤدي المهام تبعته والدور اللي هو بده يقوم فيه حتى يسبب داء الكلب. ايش في موجود عندي في النيورونز الموجودة عندي في السي ان اس؟ موجودة عندي ريسبتورز. ايش هي الريسبتورز الموجودة؟ اسيتايل كولين ريسبتورز. ايضا الهيباتايتس بي، الفيروس عندي لما دخل له الهيباتايتس، وين الهدف تبعه هذا الفيروس؟ رايح لمين؟ للليفر سيلز. طب ايش في عندي انا موجود؟ بوليميرايزد ألبوم الريسبتورز موجودة على الليفر سيلز، بتسهل طبعا اللي هو عملية البايندينج ما بين الفيروس والليفر سيلز. تمام، ايش في كمان امثلة على الريسبتورز؟ وهذه نقاط مهمة جدا لازم ايضا نذكرها بشكل واضح، وهو انه الإبشتين بار فيروس ايش بيستخدم؟ برضو ريسبتورز اللي هو الكومبلمنت سي دي 21، وكذلك وين موجود طبعا هذا؟ على البي لينفوسايت. الاتش اي في كلياتنا بنعرف فيروس الايدز، بالنسبه لفيروس الايدز وين ايش بيستخدم؟ اعتقد كلياتنا بنعرف وحنتحدث عن ان شاء الله في محاضره مستقله عن فيروس الايدز ايش هي الريسبتورز المهمه جدا عندي اللي هي سي دي 4 موليكيولز. وين موجوده هذه السي دي 4 ريسبتورز؟ على التي لينفوسايتس. فاذا هذه نقاط لازم احنا نوضحها خلال شرحنا للتيشيو تروبيزم سيل او تيشيو تروبيزم فور دي فيروس. بهيك بكون توضحت هذه النقطة. هنا في عندي أمثلة انه هذه الفيروسات ان كانت دي ان اي او ار ان اي حتى ترتبط بالخلية او الهدف اللي رايحة له لازم يكون عندي ايش في ريسبتورز. هذا توضيح بشكل عام ايش طبيعة الفيروسات وايش الريسبتورز اللي هي موجودة حتى انها تقوم بتأدية الهدف المراد له في المنطقة اللي رايحة لها. تمام، الآن هذه الجزئية كان جزئية مهمة اللي هي سيل أو تيشيو تروبيزم. الآن حننطلق لنقطة ثانية، الفيروس صار في عندي الآن ارتبط بالخلية والآن صار عندي ملتيبليكيشن وشرحنا هذا بالتفصيل في سيلولار باثوجينيسيس. في نهاية الأمر إيش الفيروس حيساوي؟ حيعمل طبعا سيل دمج. الفيروس طبعا بصير بيعمل ريبليكيت وبيظهر عندي مين الآن بشكل واضح. في عنا شغلة مهمة، في عنا ما شرحنا بالتفصيل في عملية السير ريبليكيشن، قلنا الفيروس في النهاية لما بده يطلع من الخلية في مر بعض الحالات إيش بيعمل في الخلية؟ بيعمل سيل دمج اللي هو بيطلع، وفي بعض الحالات إيش بصير فيه؟ بيعمل بادينج، وخصوصا الانفلوب فيروسز لما شرحنا أنها بتستغل مين؟ الهوست سيل ممبرين وبتعمل انتجريشن للانفلوب تبع الفيروس وبتطلع من الفيروس. فإذا على ذلك بنقول على سبيل المثال الريترو فيروسز هل بتعمل سيل ديث؟ طبعا لا، بحيث انه ايش بتطلع عن طريق مين؟ البادينج. وايش كمان شغله شرحناها انه الفيروس في هذه الحاله يبقى في الخليه وايش بيسبب فيها؟ بيرسيستنت انفكشن، بضل الفيروس موجود لفتره طويله في هذه الخلايا او في جسم الانسان. في عنا نوع اخر من الخلايا زي مين على سبيل المثال؟ بيكورنا فيروس. البيكورنا فيروس ايش بيعمل؟ البيكورنا فيروس بيعمل لايسز وبيعمل ديث لمين؟ للخلايا، بحيث بصير في عندي موت للخلايا، بحيث انه بصير عندها ريبليكيشن. وايش من الاعراض اللي بصير عندنا؟ فيفر، وبيزيد ايضا الميوكس سكريشن. فاذا من خلال ذلك توضح انه بشكل تفصيلي ان هناك انواع من الفيروسات تؤدي الى موت الخليه كما شرحنا في البيكورنا فيريديا، وفي زي الريترو فيروس زي الاتش اي في ممكن تخرج من الخليه عن طريق البادينج وبتعمل بيرسيستنت انفكشن. ممتاز، الآن نيجي للمرحلة الأخيرة في الفيروس، بنطلق عليها اسم فيروس شيدينج. إيش الفيروس شيدينج؟ وهذه شرحناها أيضا في الفيروس باثوجينيس مع بعض لما تحدثنا أنه الآن بصير في عنا انفصال للفيروس. ممكن الانفصال، وهذه النقطة نركز عليها، انفصال للفيروس من مكان إلى مكان آخر، أو أن يحدث انفصال للفيروس من الهوست سيل أو من جسم الإنسان ويقوم بالعدوى إلى جسم آخر. فهذه من الحاجات اللي احنا شرحناها ووضحناها بشكل تفصيلي في موضوع الفيروس شيدينج. بصير في عندي successful reproduction and expulsion and host cell infection عن طريق انه ايش بطلع معي؟ فيروس بروجيني. زي ما شرحنا الان الشيدينج ممكن يحدث من البادي سيرفيس، وهذا شرحناه لما قعدنا نقول انه مرات بيكون البورتال اوف انتري زي البوليو فيروس
لما قلنا البوليو فيروس من وين بصير له عملية انتري للجسم الإنسان؟ عن طريق الجاسترونتستينال. أيضا شرحنا أنه وين المنطقة اللي بصير فيها شيدينج للفيروس، منفصل وممكن ينتقل إلى أماكن أخرى اللي هي برضو الجاسترونتستينال. فلما حكينا أنه في بعض الأماكن هي نفسها تعتبر منفذ دخول وأيضا منفذ مين انفصال للفيروس عن جسم الإنسان. فإذا هو بتمثل time at which infected individual is infectious to contacts. الآن بتمثل المرحلة أنه انطلق الفيروس وأنه الشخص أصبح معدي بحيث أن الفيروس بيطلع منه وبصيب مين الناس الآخرين. مين الأماكن اللي بصير فيه عندي شيدينج منها؟ على سبيل المثال زي respiratory, elementary, urogenital وبلد. وهذا الكلام أعتقد نذكر كلياتنا مع بعض الصورة اللي قلنا لكم عنها تختصر الفيرال باثوجينيسيس، كان موضح هذا الاشي فيها بشكل تفصيلي، وبقول لي حتى ممكن يصير شيدينج من أي مكان موجود عندي في الجسم الإنسان. تمام. الآن حدث الانفكشن الذي سببه الفيروس. إذا الأوتكم أوف فيرال انفكشن، لو جينا على الأوتكم أوف فيرال انفكشن، في عنا أكيوت انفكشن وفي عنا كرونيك انفكشن. لما أجي أقول أنا أكيوت، في عنا بنسميه سب كلينيكال، لسه عمال الأعراض ما ظهرتش بشكل كامل عند هذا الشخص. وبهدول الناس اللي عندهم أكيوت انفكشن أحيانا طبعا ممكن يصير في عندي مين ريكفري اللي هو شفاء لهم، وفي بعض الحالات يمكن أن يتطور من أكيوت ويتحول لمين لكرونيك. وهذا الكلام حنتطرق له بشكل تفصيلي عن مين، على التهاب الكبد الوبائي. حنلاقي انه في بعض الحالات المرضيه في التهاب الكبد الوبائي بتكون في عندي اكيوت انفكشن وبصير في عندنا بروجريس لمين لكرونيك انفكشن، على سبيل المثال زي هيباتايتس بي وعندنا هيباتايتس سي. ايضا في الاكيوت انفكشن اذا بنتذكر لما شرحنا في حاجه سميناها مع بعض اللاتنسي. ايش اللاتنسي؟ مقصود فيها انه الفيروس ممكن انه يصير له يعمل يكون موجود يعمل اكيوت انفكشن في مكان معين ومن ثم بذهب الى الجانجليا. نتذكر مين مثال على ذلك لما شرحنا مع بعض عن اللي هو الهربس فيروس، لما قعدنا نقول انه الفيروس هذا ايش بروح بعمل؟ بقعد في الجانجليا في البرين، ومن ثم بيجي الوقت معين ايش بصير فيه؟ ري اكتيفيشن، تنشيط مره اخرى. فهنا بنسميها ليتنت انفكشن، مثال على الهربس. هذه ملاحظات مهمة جدا على الأكيوت إنفكشن. طيب لو جينا الآن على مين؟ على الكرونيك إنفكشن. مين أمثلة شرحناها الآن مع بعض على الكرونيك إنفكشن؟ شرحنا مع بعض على موضوع الهيباتايتس بي وهيباتايتس سي. لو جينا قارنا هيباتايتس بي وهيباتايتس سي، إيش بقول لي؟ بالنسبة لهيباتايتس بي حنلاقي إنه 90% من الأشخاص اللي بيصابوا فيه ريكفر وبيصبحوا إميون. ايش يعني؟ بيشفوا هدول الناس وبصير عندهم مناعه. وهذا الكلام تحدثنا فيه انه جسم الانسان في هذه الحاله بيكون عنده نسبه الاجسام المضاده عاليه. لو جينا قارناها بالناس التانين حنلاقي انه او الناس المطعمين للفيروس حنلاقي نسبه الاجسام المضاده عاليه. طيب الناس اللي هم يعتبروا 10% اللي ضلوا، ايش ممكن هدول بصير في عندهم؟ بتحولوا ل ايش؟ لكرونيك، بصير عندهم بضلوا طول الحياة مصابين بالتهاب الكبد الوبائي. في شغلة مميزة في الكرونيك هيباتايتس بي انه بنلاقي انه الفيروس طبعا بضلوا عند المريض اكثر من 6 شهور، معناته في احتمالية كبير انه هذا الفيروس يبقى معه فترة طويلة. من الملاحظات المهمة جدا وهذه دائما احنا حتى بنركز عليها في الامتحانات اللي هي موضوع الكرونيك هيباتايتس بي، الفيرال جينوم، طبيعه الفيرال جينوم للهيباتايتس بي عباره عن ايش؟ عباره عن دي ان اي فيروسز. هذا الفيروس ايش ماله؟ ممكن انه يصير له انتجريشن وين؟ في الهيومن دي ان اي في الهيباتوسايت. هذه ملاحظه مهمه لازم ناخذها في عين الاعتبار، لانه طبيعته عباره عن دي ان اي، فبالتالي ممكن يصير له انتجريشن في الدي ان اي تبع خليه الهيباتوسايت. في الهيباتايتس سي نيجي الان، هذا كان ما يتعلق بهيباتايتس بي. لو انطلقنا الان لمين؟ لهيباتايتس سي، التهاب الكبد الوبائي سي. في الالتهاب الكبد الوبائي سي ايش بنلاقي؟ قديش هنا بالمقارنه مع بي بنلاقي قديش النسبه اللي بتشفى من هيباتايتس سي؟ 20%. هذول الناس ممكن انه يصابوا بالفيروس ويشفوا منه بشكل كامل. على الجانب الاخر قديش بتحولوا له؟ وهذا ملاحظين انه في عندنا هنا بنلاقي النسبه عاليه انه هذول الناس اللي بتحولوا لكرونيك.
أنا كان عندي 90% 10%، أنا عندي 20% 80%، أعتقد واضح أنه كيف التفاصيل في هذا الأمر. كذلك زي ما تحدثنا في الكلينيك هباتيتس بي، كيف تعرفنا أنه هذا الإنسان أصبح مزمن، أنه الفيروس لما بعد 6 شهور لقينا أنه الفيروس باقي معه، وبعد هيك بنعمل فحوصات بنلاقيه ضايل، فهذا بدلل على أنه المريض عندي أصبح كرونيك. في نقطة أيضا مهمة جدا، وهي أنه الهباتيتس سي عبارة عن الجينوم تبع الهباتيتس سي، ملاحظين أنه عبارة عن RNA جينوم، فهل RNA جينوم تبعه بصير له انتجريشن في الهيومن دي ان اي؟ طبعا لا. فهذه الملاحظة اللي نتذكرها بشكل ممتاز، أنه هذا الفيروس في هذه الحالة في هباتيتس سي الفيرال جينوم تبعه ما بيحدثلوش انتجريشن في الهيومن دي ان اي. تمام. في ايضا نقطة مهمة بدنا نحكيها، وهي اللي هي موضوع انه انستد في عنا الفيروس تبع هباتيتس سي ايش ممكن يصير له؟ ممكن يصير له ميوتيشن انسايد ذا هيومن بودي. الان لو بتلاحظوا المرضى المصابين بهباتيتس سي ايش اللي بصير معانا في هذول المرضى؟ بحاولوا انهم يعملوا بي سي ار، ريال تايم بي سي ار. ايش الهدف من عمل ريال تايم بي سي ار؟ ممكن اعمل عمليه كوانتيتيشن للفيروس عشان اعمل فولو اب واتابع الحاله المرضيه للمريض. النقطه الثانيه ممكن اتعرف على مين، على الجينوتايب للهباتيتس سي، لانه في عندنا انواع من هباتيتس سي، فهذه الانواع كل حسبها كل حسب نوعه يعطى العلاج المعين، وعلى ذلك نركز على معرفه. لما اجي اطلب فحص الريال تايم بي سي ار ايضا بنتعرف على مين، على الجينوتايب تبع الفيروس لمعرفة العلاج المناسب لمين، للمريض. تمام. الان حننطلق لاخر نقطة في موضوع الباثوجينيسيس، اللي هي موضوع الاميونيتي، المناعة. الان كلهتنا بنسمع وكلهتنا بنطلع وعلى اطلاع بما يحدث الان في كورونا فيروس، في فيروس كورونا الذي ينتشر الان في العالم، بحيث أنه أصاب أكثر من 120 ألف حال الآن الفيروس ويزيد عن ذلك. فيروس كورونا الآن كما نلاحظ كل هيئة الباحثين والعلماء إيش بيقولوا لنا؟ مين المفصل في علاج هذا الفيروس؟ هو المناعة الجسم. عشان هيك بدنا نركز على هذه الجزئية ونحكي أنه نقطة المناعة، لأنه هل الفيروس يمكن أن يعالج بالمضاد الحيوي؟ لا يوجد علاج بالمضاد الحيوي. الآن بالنسبة لفيروس كورونا إيش بيعتمدوا في علاجه؟ حاليا بيعتمدوا على علاج الأعراض المصاب فيها المريض. إيش بيعملوا؟ رعاية داعمة مكثفة لأعراض المريض. ليش؟ حتى أنه تتحسن عنده وضعه الصحي ويصبح المناعة قوية ويستطيع أن يقضي على الفيروس. هذه هي ما يتم عمله الآن مع فيروس كورونا. وعلى ذلك ليش إحنا بدنا نأكد على أنه المناعة هي تعتبر القيادة المركزية في الدفاع عن جسم الإنسان في حال أصيبت بالفيروس، وخصوصا كلكم شايفين الآن هل يوجد تطعيم حاليا لكورونا؟ لا يوجد تطعيم، لكن ما يتم حاليا صار في عنا تجارب سريرية في أمريكا، صار في عنا تجارب سريرية في الصين، لكن حتى يتم اعتماد هذه التجارب السريرية للتطعيمات اللي تم الحديث عنها في أمريكا أو في الصين تحتاج إلى عدة شهور حتى يصير إلها أبروفل واعتماد من منظمة الصحة العالمية ومن ثم توزيعها. يعني الأمر لن يكون سريعا أنه أنا عندي صار التطعيم موجود، لأنه بيحتاج إلى تجارب بحيث أنه يتم إثباته أنه فعال وبيعطي نتائج فعالة. تمام. هذا بدي أوضح لنا شيء هي المناعة الموجودة عندي أنا. المناعة كما بتتذكر وشرحنا مع بعض في الجنرال مايكروبيولوجي اتطرقنا إلها، بس الآن حنتحدث عنها من جانب الفيروسات. انه في عنا المناعة، عنا نوعين من المناعة في جسم الانسان اذا بتتذكروا، كنا نقول في عنا مناعة طبيعية وفي عنا مناعة مكتسبة. بالنسبة للمناعة الطبيعية هذه مناعة inborn immunity. ايش يعني inborn immunity؟ يعني هذه ولدت مع الانسان، هذه مناعة طبيعية وجدت مع الانسان منذ الولادة. لما اقول انا مناعة مكتسبة، هذه المناعة تم اكتسابها طبعا من مين بيكون عندي فيها؟ عند الدور المركزي فيها الخلايا، طبعا البي لمفوسايت والتي لمفوسايت لها دور مركزي وتعتبر سبيسيفيك. لما بنتذكر كنا نحكي نقول الناتشورال اميونيتي نون سبيسيفيك اميونيتي، اما بالنسبه للمناعه المكتسبه اكوايرد اميونيتي هذه طبعا بتكون سبيسيفيك، مسؤول عنها خلايا تؤدي دورها في جسم الانسان. على ذلك لو جينا نشوف ونتحدث على طبيعه المناعه الموجوده عندي الان، في عنا المناعة الطبيعية التي تكتسب مع جسم الإنسان، مثل على سبيل المثال زي ما قولي non specific،
No antigen specific. هذا كلام شرحناه كويس مع بعض. وكمان من الشغلات المهمة جدا انها بتعطيش مناعة طويلة الأمد بالنسبة إلها بالمقارنة مع المناعة المكتسبة. المناعة المكتسبة تعطينا مناعة طويلة الأمد بالمقارنة مع هذا النوع من المناعة. طب أنت دكتور قلت لنا الآن إنه هذه المناعة inborn، إيش يعني وجدت مع الإنسان؟ يعني لما الإنسان ولد وجدت مع هذه المناعة. مثل على سبيل المثال كله تم نتذكر لما حكينا على سبيل المثال الفيزيكال والكيميكال بارير في عند البادي سيرفيس، لما قعدنا نقول سكن يعتبر من أهم النقاط المهمة عندي في حمايته للجسم الإنسان من دخول الميكروبات. وده بتتذكروا الآن عمال في كورونا إيش كل العلماء إيش بيحكوا قاعدين في كورونا، إنه مهم جدا نحافظ على النظافة الشخصية، غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية. إيش الهدف من ذلك؟ أنا بدي أحاول إني أنظف وعقم الإيدين وأمنع دخول أي ميكروب يدخل لجسم الإنسان. فعلى ذلك يعتبر هذه الفيزيكال والكيميكال بارير الموجودة هذه تعتبر مناعة اكتسبها الجسم، بحيث أن طبيعة الجلد على سبيل المثال لا يعتبر not permeable، لا يسمح بدخول الفيروسات إذا كان لا يوجد جروح أو يوجد خدوش في الجلد أو جروح. فبالتالي يعتبر جلد مهم جدا أن نحافظ عليه، مش بس نحافظ عليه ونحافظ أيضا على نظافته، وخصوصا في المرحلة الحالية اللي بنمر إحنا فيها في كورونا بنأكد على موضوع غسل اليدين بالماء والصابون والنظافة الشخصية. يجب أن نعطيها أولوية كبيرة جدا للوقاية من فيروس كورونا. تمام، إيش في عندنا كذلك؟ في عندنا على سبيل المثال الممبرين لايننج إنر سيرفيس في جسم الإنسان، إيش بيعمل؟ سكريشن لمين؟ للميوكس. إيش الميوكس؟ يعتبر المخاط، المخاط يعتبر بروتكتيف بارير أجينست اللي هو الفيروسات، بحيث أنه بيعمل إنهبشن لمين؟ للأتاتشمنت أوف فيروسز. تمام. أيضا إيش الشغلات اللي إحنا موجودة عندنا في الجسم طبيعيا خلقت مع الإنسان واستطاعت وقاية الإنسان من الفيروسات؟ على سبيل المثال عندي مين؟ إيش موجود في الجاسترو انتستينال؟ البايل سكريشن. البايل سكريشن تعتبر ايش بتعمل؟ بتعمل inactivation لمين؟ للانفلوبد فيروسز. فهذه شغلة وجدت في الانسان تحمي من هذه الفيروسات. ايضا نجد انه في عنا مايكروبيسيدال فاكتورز. زي مين المايكروبيسيدال فاكتورز الموجودة وبتعطي حماية مهمة؟ على سبيل المثال ايش في عندي موجود؟ في السمن موجود الزنك، في البريست ميلك موجود اللاكتوبيروكسايد، ايضا في التيرز في الدموع او السلايفا او النيزل سكريشن موجود الليسوزايمز. اذا هذه تعتبر مواد لها اهميتها في الحفاظ على المناعه في جسم الانسان. ايضا عندنا نقطه مهمه هنا برضو دائما نظرا لان احنا بنعيش الان في وضع كورونا لازم واحنا بنشرح بالفيروسات نخطى عليه شوي عشان برضو نعطي المعلومه اكثر وضوحا. على سبيل المثال ايش ملاحظين هنا؟ شغله ربنا خلقها في الانسان كمناعه طبيعيه موجوده فيه اللي هي الريسبيراتور. ايش بيحتوي على مين؟ على سيليتد ابيثيليال سيلز. ايش السيليتد ابيثيليال سيلز وظيفتها؟ تجرف الفيروسات والبكتيريا وبتطلعها عندي من جسم الانسان. طب ايش اللي بصير عندي في فيروس كورونا؟ الان فيروس كورونا لو طلعنا في الباثوجينيسيس اللي بيحكوها قاعدين العلماء بيقولوا انه ايش الخلايا الاساسيه اللي بيقعد يشتغل عليها لما يدخل منطقه الريسبيراتوري؟ بيدخل على منطقه على خلايا الجوبلت سيلز، تمام، الخلايا المخاطيه هاي، ومين كمان الكاسيه عفوا، وفي عندنا اللي هو مين السيليتد. هاي السيليتد اللي هي الاهداب. طبعا ايش بصير في عندنا؟ الفيروس بقوم بتدمير هذه الخلايا لها دور مناعي مهم في جسم الانسان، بحيث انه هذه بعد ما يصير عندها تكسير وهدم لهذه الخلايا، ايش بتروح هذه الخلايا بعد ما يصير لها هدم؟ بتدخل وين؟ بتدخل عندي في الرئتين، وبتعمل بصير في عندي هايلي انسداد، وبصير في عندك نسبة سوائل كبيرة في منطقة الرئتين. عشان هيك لو طلعنا وتابعنا مرضى كورونا الان، ايش بنلاقي هذول الناس المصابين بفيروس كورونا؟ عندهم التهابات رئوية حادة، وعندهم ضيق شديد في التنفس. طب ليش الضيق الشديد في التنفس؟ لأنه صار في عندي التسكير عندهم في الرئتين، لأنه بيقولوا صح من أعراض كورونا أنه بيكون عندي حرارة، عندي الارتفاع ضيق في التنفس، عندي سعال، عندي التهاب في الحلق.
لكن لو جينا على مرحلة متقدمة إيش بنلاقي المريض المصاب بكورونا؟ إيش بصير فيه؟ بصير عنده التهابات رئوية حادة، نمونيا حادة يمكن أن تؤدي به إلى الوفاة. فهذه نقطة مهمة، شايفين أنه السيليا اللي خلقت عندنا في الإنسان لها دور مناعي. هذا أنا الفيروس استطاع أنه يهدم السيليتد سيلز، يهدم الجوبلت سيلز، بيستطيع أنه يؤدي دوره في الإمراض بشكل كبير في جسم الإنسان. أيضا innate immunity also include mean عندنا الانترفيرون سكريشن، الانترفيرون سكريشن بحيث انه كلهيتنا بنعرف اللي هو بنتذكر لما شرحنا كنا نشرح لكم نقول لكم في عندنا خليتين، هذه الخلية infected وهذه الخلية غير مصابة، بنتذكر لما شرحناهن وان هذه الخلية اللي تعتبر مصابة بالفيروس ايش راح تعملت؟ عملت expression لانتي فيرال بروتين، الانتي فيرال بروتين اللي عملت لها اكسبريشن هذه الخليه المصابه ايش سوت في الخليه الاخرى؟ حمتها من الفيرال ريبليكيشن، حمتها من اي اصابه او هجوم من مين؟ من الفيروس. وهذا يمكن يتوضح لنا بالحديث الان عن مين؟ عن الانترفيرون. الانترفيرون عباره عن سايتوكاينز. مين اللي افرز السايتوكاينز هذه؟ عمال بنحكي قاعدين فيرال انفكتد سيل، الخليه هذه اصيبت بالفيروس. تمام، بعد ما أصيبت الخلية بالفيروس إيش اللي صار معي الآن؟ أفرزت سايتوكاينز. السايتوكاينز إيش حكينا قبل شوي إحنا؟ هذه الخلية المصابة إيش في جنبها؟ خلية أخرى غير مصابة، فبترتبط في مين؟ طبعا بسبيسيفيك ريسبتور إن مين؟ أجاسد نون إنفكتد سيل، الخلية الغير مصابة. طيب الآن بناء على ذلك إيش هيصير في عندي؟ هتحفزها إنه ينتج مين عندي؟ سينثيسايز أنتي فيرال مولكيول. الأنتي فيرال مولكيول اللي بتم إنتاجها الآن إيش هتعمل؟ هتعمل ديجريديشن لمين؟ للفيرال مسنجر آر إن إيه، وبتعمل إيش كمان؟ إنهبشن للبروتين سينثيسيز. وعلى ذلك نجد أن الإنترفيرون له أهمية كبيرة في الدفاع ضد الفيروسات. عشان هيك ايضا بنقول من الحاجات المهمه انه قديش في عندي قديش في انواع عندنا من الانترفيرون. في عندنا الفا، في عندنا بيتا، في عندنا جاما. ايضا من النسبه للانترفيرون ايش طبيعته عند الانترفيرون؟ ايش بيعمل؟ عمليه اكتيفيشن لمين؟ للناتشرال كيلر سيلز. وايش كمان بيعمل؟ اكتيفيشن لمين؟ للماكروفيج. بالاضافه ايش اللي يعتبر هنا له دور مهم عند الانترفيرون؟ بعمل انهانس للاكسبريشن لمين؟ للام اتش سي، للكلاس 1 والكلاس 2 ام اتش سي. هذه شغلات مهمه ويمكن حنتطرق لها بشكل تفصيلي ايضا في محاضرات قادمه في دور الانترفيرون في عمليه اللي هو المناعه، بحيث انه بالنهايه الحديث عن الانترفيرون زي ما تحدثنا قبل شويه انه الخليه المصابه بتطلع سيتوكاينز، بترتبط بريسبتورز بالخليه الاخرى، ايش بتعمل؟ بتعمل انهبت لمين؟ للفيرال ريبليكيشن، بحيث انه ايش بتروح بتساوي؟ بتعمل ديجريديشن لايش؟ بتعمل للفيرال ار ان اي، وايضا بتعمل انهبشن لايش؟ للبروتين سينثيسيز. ممتاز. مين ايضا عندي شغله مهمه في الخلايا؟ عندنا اللي هو الفاجوسايتس. كلنا بنعرف الفاجوسايتس، مثال على ذلك النيتروفيل، ماكروفيج، كثير من الخلايا الموجوده عندي لها دور عندي في المناعه. على سبيل المثال النيتروفيل تعتبر اكثرهم الموجوده عندي دوميننت فاجوسايتك سيل، موجوده وين؟ في البلد. طبعا ايش كلنا بنعرف فاجوسايتوسيس؟ نحكي عنها وتحدثنا عنها في البكتيريا بشكل كبير، اللي هي موضوع ايش؟ البلعمه. ايش عندي بصير عندي في البلعمه؟ بصير عندي انجلف اند ديستروي الانفيدنج فيروس اور بكتيريا، لما كنا نحكي على البكتيريا بس بالفكره تاعتهم انه انا بصير عندي عمليه ايش؟ بلعم. ممتاز. بالنسبه للنيتروفيل وين كانت موجوده عندي؟ في الدم. بالنسبه للتشيو ايش موجود بتكون عندي؟ الماكروفيج. برضو الماكروفيج لها دورها في وجودها خلال أنسجة الجسم في عملية المناعة. وين ممكن نلاقيها موجودة؟ على سبيل المثال في الكونكتيف تيشيو، على سبيل المثال عندنا في الليفر. مين الخلايا المسؤولة عندي هنا في هذا الأمر من ناحية مناعية؟ نطلق عليها اسم الكابفر سيل. في عندنا في البرين بنطلق عليها مايكروغاليا. في عندنا في اللانج ألفولار ماكروفيج، وهكذا.
بنوضح انه في عندنا خلايا مناعية لها دور في عملية الفاجوسيتوسيس كل حسب مكانه في جسم الانسان. ايش اللي صار؟ اعتقد من خلال المقدمة اللي تحدثنا فيها بشكل واضح تحدثنا انها ايش بتعمل، انجلف للفيروس، بتعمل له degradation واكسبرس بارت اوف degraded antigen on outer surface، بحيث انه بتحطه على مين، بتعمل له اكسبريشن على السطح الخارجي. ايضا في عندنا اللي بنسميها انتيجين بريزنتنج سيل، بس كنا تحدثنا فيها هذه الجزئيه. ايضا ايش بصير في عندنا من خلالها؟ بصير عندنا سكريت لمين للانترفيرون والليمفوسايت اكتيفيتنج فاكتورز. هذه من العوامل المهمه اللي بتلعب فيها دور اللي هي عمليه البلعمه في جسم الانسان، لانها لها دور في الوقايه والمناعه في الجسم. تمام، هذا كان الكلام اللي تحدثنا فيه سابقا، كان له علاقة بالإنيت إيميونيتي، بالمناعة الطبيعية. الآن في عنا النوع الآخر من المناعة اللي هو عنا إيش بنسميه المناعة المكتسبة. طب لو جينا الآن على المناعة المكتسبة، المناعة المكتسبة معناتها في عندي أنا سيلز مسؤول عنها بشكل مركز وهام، بحيث أنه في عنا أنتيجين specific immune response، في عنا علاقة أنتيجين مع مين، مع أنتيبادي. هناك إيش كانت في فروق مركزية لو شرحناها؟ هناك إيش كان عندي بالنسبة لموضوع الإيميونيتي؟ إيش قعدنا نقول في السابق لما تحدثنا؟ قعدنا نقول إنه بالنسبة لطبيعة لا يوجد مناعة طويلة الأمد بالنسبة لمين؟ للمناعة الطبيعية. أما في حالة المناعة المكتسبة إيش بقول لي؟ بتعطي لي مناعة طويلة الأمد اللي هي الأدابتيف أو أكويرد إيميونيتي. إيش في شغلات عنا مهمة جداً ناخذها في عين الاعتبار في المناعة المكتسبة؟ المناعة المكتسبة، لأنه أنا بتحدث عن مين قلت قبل أنا شوية؟ عن خلايا، بتحدث عن بي لمفوسايت وتي لمفوسايت، لهم دور مركزي الآن. بصير في عندي الآن من خلال أنه الخلية اللي بتصاب بالفيروس، إيش حصير في عندي؟ أنتجن بريزنتيشن على السيرفس تبع الماكروفيج، وسميناها على ذلك زي ما تحدثنا قبل شوية أنتجن بريزنتينج سيل. هاي نقطة. إيش كمان عندي؟ هذه الانتيجنز اللي صار لها اكسبريشن على الخلايا، مين حيتعرف عليها الان؟ النوعين اللي قلنا عنهم مهمين جدا في الخلايا اللي هم مين؟ تي لمفوسايت وبي لمفوسايت. تمام، هذه نقطه رقم اثنين. على ذلك ايش حيصير الان؟ اكتيفيشن لمين؟ لا السيتوتوكسيك تي سيل. كلنا بنعرف انه السيتوتوكسيك تي سيل لها اهميه كبيره بانها بتعمل كيلينج لمين؟ للفيرال انفكتد سيلز. ايضا مين عندي نوع ثاني من الخلايا عندنا هنا مهم، اللي هو البي لمفوسايت. ايش اهميه البي لمفوسايت؟ كلنا بنعرف انه البي لمفوسايت لها دور مهم في عمليه ايش؟ ديفرنشيت تو انتي بادي سيكريتينج سيلز، بتكون عند الانتي بادي، فإلها دور في تكوين الأجسام المضادة في جسم الإنسان. على ذلك نجد أنه في هذا النوع من المناعة صار في عندنا سبيسيفيك، في عندنا دور مركزي للبي سيلز في إنتاج الأجسام المضادة الهامة، في عندنا تي سيلز من خلال تي هيلبرت، تي سايتوتوكسيك تي سيلز، في أنواع مختلفة إلها دور مهم في عندي تأديد دورها المناعي في جسم الإنسان. تمام، إذن لو جينا على المين فانكشن للأنتيبادي، ايش الانتيبادي هذا اللي بيفرزها جسم الانسان؟ ايش حتعمل دور مهم؟ حتعمل النيوترلايزنج لمين؟ للاكسترا سيلولار فيروسز، تعمل نيوترلايز للفيروسز وبتبطل مفعوله ونشاطه، بحيث انه ما يصير لهش ارتباط بالخليه ويعمل انفيجن بروسيس. بهذا المعنى بنكون احنا وضحنا بشكل تفصيلي ايش صار عندي في المناعه. يمكن هذه الصوره الاخيره في الشابتر، لو طلعنا هنا على الصورة الأخيرة عندنا في الشابتر اللي بنحكي فيه، إيش ملاحظين؟ إن كل خلايا، كل منطقة عندنا في جسم الإنسان يوجد لها خلايا مناعية مسؤولة فيها. زي ما حكينا يمكن أسهل من أمثلة شرحناها وبنحكيها دائما، الليفر إيش بتعمل؟ إيش في عندنا خلايا في الكابفر سيلز؟ قبل شوية حكينا عن مين؟ عن البرين مايكروغليال سيلز. في أيضا عندنا في الرئة او في الريسبيراتوري عندنا الالفولار ماكروفيجز. هذه من الامثله اللي موجوده عليها. هيك بنكون احنا الشابتر تبع السيلولار باثوجينيسيس، كيف انه الفيروس بيؤدي دوره من ناحيه باثوجينيسيس في جسم الانسان وكيف بنشر المرض للاخرين. هذا الشابتر يعتبر من الشباتر المهمه اللي احنا بنكون من خلالها وضحنا صوره هامه جدا عن علاقه الفيروس
بالعائل وكيفية مهاجمته وكيفية الوقاية من هذا الفيروس، إيش المناعة اللي إحنا مهم جداً إنه الجسم يكون مسؤول عن إنتاجها لحماية ضد هذا الفيروس. بهيك بنكون خلصنا هذه الجزئية، بنأخذ شوية بريك وبننتقل بعدها على الشابتر اللي بعده إن شاء الله.